بوباتي كي دايري لاباس عليكم؟ كيما شفتوا معايا في الفوتو نتاع لا كوفيرتور كاين بزاف 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 ديال الحوايج. وعرفت شحال هذه ما درت لكم الاول، والاول نتاع اليوم غادي يكون طويل شي شويه، فيه بزاف 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 نتاع سكان، فيه صبابط، الحوايج نتاع الدار الصغار بالنسبه للامهات. كاينين حوايج نتاع الدار الصغار الفصل الرابع ما شريت لهمش بزاف بالنسبه للميسا واليانيس، شريت لهم شويه ولكن يمكن هادشي يعطيكم افكار. كاينين دي اكسسوار، كاينين لي بيجامات بالنسبه للبنات تيقول يا فين تشري البيجامات نتاعك، دونك اليوم غادي نوريكم بيجامات كاينو 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 كاينو. غادي نبدا دابا على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها غادي نبدا بها لي اكسسوار، هذا هاد الصاك، هذا السويك، هذا بوشيت، هذه للحفلات. داك الاول وريت لكم جوج وعجبوكم بزاف، ودابا غادي نوري لكم هذه، غادي نقرب ليها مزيان باش تشوفوها. هادو هما اللي ولاو تيتهزوا في لو تمشي للريستوران تي الزوج نتاعك، ولا بغا ديال شي عرس، ولا ما بقاش شي حد كاع نهائيا تيسد السيكام. وبحال هاد البوشيطات هادو راه موجودين في اي مكان في اي بلاصه. انا بحال هاد الشكل هذا وهاد اللوين هذا ما عنديش، وراه فيه سنيسلا نتاعتو الى بيتي تهزيه مع شي قفطان ولا صباط طالو غادي يجيكم غزال 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 غزال. غادي نوري لكم واحد المكانه، واحد المكانه نتاع دانييل ولينتون اللي دايره بحال هكا. المهم كاينه فهاد لابوشيت هادي، كنت وريتها لكم في واحد الاول، ماشي اول، كنت وريتها لكم في لابارتي الاولى نتاع لي زاكسيسوار. راه تنصايب لابارتي الثانيه نتاع لي زاكسيسوار بالنسبه للبنات اللي هما تيحماقوا على لي زاكسيسوار. راه درت لكم واحد الفيديو نتاع لابارتي الاولى، يعني الجزء الاول نتاع جميع الحلقات اللي عندي، الحلقات الكبار، الحلقات الصغار، الحلقات المتوسطين، الحلقات اللي دايرين بحال هادو، كيفاش انا تمرتبهم وكيفاش ننظمهم. ووعدتكم باش ندوي لكم ولا نوري لكم جميع لي كوليي اللي عندي. وفي الحلقات وريت لكم هاد المكانه هذه كما قلت لكم، مكانه الجينه نتاع دانييل ولينتون اللي دايره بحال هكا. يلا تعجبوني الحوايج اللي هما تيكونوا عادي ولا تكون فيهم واحد الحاجه اللي هي ما تتشبهش لاي حاجه اللي هي عاديه، وما يمكنش يكون شي اول بلا ما يكونوا لي اكسسوار. دونك خديت هذا اللي كيشبه الواحد اللي عندي ولكن ماشي نفس الشكل. هادو هما اللي ولاو دابا هادي مؤخرا، وكنقرب لكم وغادي تشوفوا بحال هاد الاكسسوار. هادو راه موجودين تيتباعوا في اي بلاصه، غادي نخلي لكم رابط نتاع الاكسسوار لتحت في صندوق الوصف. وراه ما عرفتش واش يتباع في تونس والمغرب والجزائر، يمكن تيتباعوا في المغرب في السمارين، الناس اللي ساكنين في مراكش يتباعوا في السمارين، ولكن غادي تلقاوهم غاليين شي شويه لحقاش غادي يكونوا تيبيعوهم نتاعو النقره. وهذا راه ماشي نتاعو النقره، هذا راه عادي جدا جدا جدا. وكاين هذا نوري لكم مثلا نقرب لكم اللي تيتلبس بحال هكا، اللي هو ديريه اكسسوار للعنق نتاعك، وممكن كاع ديريه فوق الشعر نتاعك. دابا غادي نوري لكم هذا، بالنسبه لهذا هو فاش تعلقي لي كولي نتاعك. غادي نمشي نقلب على واحد جوج خوتو ولا ثلاثه خوتو باش نوريهم لكم، لحقاش هادو هما اللي انايا تندير فيهم لي كولي نتاعي. كاين هذا اللي انايا ديجا دايره فيه الكولي نتاعي، شفتو معايا في واحد الاول اللي فات، اللي هو تيجي على هذا الشكل تحطيه فوق الكوافوس نتاعك. كاين هذا اللي كبر منه اللي حاطه فيه واحد الكولي، هذا بالنسبه لهذا كولي نتاع زارا اللي انا شريته من زارا، دونك تا هو تحطيه على هذا الشكل. فرونشمون زوين بزاف هاد اللعيبات هادو. وكاين اللي كبر منه، كل وحده على حساب لي كولي اللي عندها، اللي انا حاطه فيه هاد الكولي هذا الكبير اللي تيجي على هذا الشكل. بالنسبه لهذا الكولي هذا الى عجبكم راه انا شريته شحال هادي من اي بي يو اس. كملنا دابا من الاكسسوار، دابا غادي نوري لكم السيكان. غادي نبدا لكم بواحد الصاك خضر هذا صاك خضر تي داير بحال هكا، دونك القدام نتاعو داير بحال هكا. هو صاك لي فصلي الربيع، تيجي زوين مع شي سروال يكون خضر، شي تريكوتي يكون في الابيض، ولا شي كسوا ما تكونش كلها هي في الخضر ولكن يكون فيها مثلا شي شويه نتاع الخضر عاوتاني باش يكون تناسق، وتناسق اللي هو ما يكونش فاضح جدا. ما تلبسوش عاوتاني صاك خضر مع كسوا خضراء، ولا صاك خضر مع لبسه كلها هي خضراء، راه ما تيجيش. مثلا الصاك الخضر تيجي مع لبسه بيضاء، تيجي مع لبسه كحله، يجي مثلا لابسه شي تريكو في الخضر وسروال مثلا في الكحل، بحال هكا باش يكون تناسق. صاك هو الزوين، وغادي نخلي لكم الرابط نتاعو لتحت في صندوق الوصف. خديت واحد كحل سامبل، بيت واحد كحل سامبل ما فيه والو،
خديتو داير بحال هكا وبحال هاد السيكان هادو راه موجودين في تونس والمغرب والجزائر وراه موجودين في الاسواق المغربيه بكثره خصوصا ماليس مالي مراكش مراكش هاد السيكان هادو راه موجودين عنده باش يكون سامبل عادي علاش باش يكون سامبل عادي بعض المرات كنبين نلبس واحد السروال مثلا نتاع الجين في الابيض وتلبس مثلا السبرديله وما بغيتش صات مثلا سروال الجين في الابيض والسبرديله ومثلا تريكو ولا قميجه يكونوا عاديه ما كنبغيش نهز معاهم هذا عاوتاني هذا الشيء طخو فهمتي وبالتالي نمشي انا غير نتقدى نتي معايا انا هاد الصاك هذا كله مفرفر كله شعشع كله فيه الخضوريه تبي نتي معايا هذا كحل عادي بسيط جدا 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 الا تبغوا نتوما السيكان اللي هما بسيطين راه هاد الصاك اللي هو راه زوين بزاف. اما بالنسبه للصبابط خديت هذا اللي داير على شكل هاد البوتين هذا داير بحال هكا تيجي زوين في اللباس غير هو تيعذب وتيعذب 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 بزاف دونك الا نتوما غير بغيتو تمشيو لشي بلاصه وبغيتو تركبو الطوموبيل باش تمشيو لهاديك البلاصه اييه دونك كاين هذا وخديت هاد السنيليره هادي دايره بحال هكا السنيليره غزاله جدا 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 وما تتعذبش بحال الاخر ولكن ما تنصحكمش بها تمشيو تقداو بها لحقاش راه تبقاكم ميم طالو فريمون طويل بزاف دونك السنيليره تجي في الرجل روعه 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 قولي لي كي جاتكم واش عجبتكم ولا لا حتى هي غادي تلقاو الرابط نتاعها في صندوق الوصف. وقبل ما نوري لكم البيجامات غادي نوري لكم ملابس الاطفال اللي انايا خديت لفصل الربيع اللي ما يسوي انيس عاد غادي نوري لكم البيجامات ونوري لكم الحويجات الاخرين حويجات نتاع الدار دونك خديت لي انيس هاد التريكو هذا غادي نحاول نبعد باش تشوفوا مزيان دونك التريكو على هاد الشكل هذا واللور نتاعو على هاد الشكل هذا باش يجي باش تجي لبسه متناسقه. هاد التريكو هذا اللي هو شريتو ليه بسروالو هي اصلا لبسه تتبع مجموعه الجيكيطه اللي فصل الرابع. بالنسبه لهاد الجيكيطه هادي اللي خديتها لي فهاد اللون هذا الحاجه المميزه في هاد الجيكيطه هادي هي تتحل بحال هكا وفيها الطبطين هذاك الطبطين تيتحيد مثلا هاد التريكو هذا اللي فيها يمكن لك تحيديه وتبقى لك هي فيستا اللي خفيفه للديداليه حتى في فصل الصيف الا مثلا كنتو خارجين في الليل وكان شي شويه البرد ما كنزيدها لي حتى في الفصل نتاع الصيف وفصل الخريف وفصل بدايه فصل الربيع فاش الحال باقي تيكون بارد بحال دابا حنا بدايه فصل الربيع وباقي الحال بارد نخليوها ليه بهذا الكبوط هذا اللي فيه هو كبوط تيتحل يعني تيتحل من هنايا وتتحليه ويولد تعاودي ترجعيه الا بغيتي ترجعي وتتعاودي كاع تلبسيه بوحدو الا بغيتي نتيا تلبسيه بوحدو. دابا وصلنا للملابس نتاع ميسا غادي نوري لكم انا شريت ليها واحد التريكو اللي هي اختارته يمكن اختارته دونك داير بحال هكا غزال بزاف وشريت ليها بواحد السروال اصلا هي لبيسه والسروال نورمالمون نتاعو لبيسه غادي تلقاوها ديجا في غتلقاوها في الموقع نتاع فيغ بودي البنت اللي هي مانكانا نتاع الدراري الصغورين لابسها على هاد الشكل هذا دونك السروال عادي حتى لتحت سليم عادي حتى لتحت فهاد اللوين هذا رطير طيب والتريكو على هاد الشكل هذا وخديت ليها حتى هي بلوزون داير على هاد داير بحال هكا بحال مونطو ولكن مونطو نتاع الربيع واللور نتاعو داير بحال هكا والكويبا نتاعته تجي رائعه مونطو اللي هو كلاس وتيزيد مثلا الهيدات نتاعكم تيزيد مازال يزينهم ويرجعهم انيقين خصوصا الا لبسته مع شي سروال في الاحمر ولا سروال في الابيض غادي يجي روعه 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 روعه. حتى هو راه فيه الطبطين ولكن غير الطبطين نتاعو راه ما تيتحيدش لا راه ما تيتحيدش ولكن هو راه خفيف خفيف وزوين وتيليق بدايه فصل الخريف وفي الاول نتاع فصل الربيع وعلى هذا الشكل وحتى في بدايه فصل الخريف والاول نتاع فصل الربيع في الشتاء بعض المرات تيكونوا شي نشيشات نتاع الشتاء دونك هذا راه واخا تنزل عليه الشتاء راه ما غاديش يهزك. وحيت مؤخرا شريت لي نيس بينوار زرق من فيغ بودي واخا ما يساعدها البينوار بغات نفس البينوار الدار الصغار دونك خديت ليها نفس البينوار ولكن في هذا اللون اللون اللي هو تيكون ليموني مي غادي شي شويه الاحمر احمر بارد جدا 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 يعني عنده في الزرق
وعندو نفس النجيمات البينوارات نتاعهم انا مجرباهم غزالين بزاف تصبني وتعاودي تصبني وتي نشفوا دغيا تخرجي من الحمام تلقاي ولدك دغيا ولا بنتك دغيا نشفوا دونك خديت ليها هذا كان ناقص 20%. نتمنى الحوايج اللي خديت ليا صغار ولي زاكسيسوار والسيكان والصبابط انا اللي عجبكم دابا غادي نوري لكم داكشي الباقي غادي نبدا بهذا التريكو هذا دونك هو تريكو عادي جدا تلبسيه مع سروالات الجين والصلاه والنبي وما ديري حتى اكسسوار حتى كولي الاولوي ما ديري هي دي بوكدوغا كيما انا دايرهم دايره بحال هكا وزوين بزاف كنت خدت واحد في نفس الستيل تاعو ولكن سخون للفصل نتاع الشتاء هذا راه بارد مبيرد جدا 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 غادي نقرب لكم منزمين باش توري باش تشوفوا المونزونه اللي فيه دايره بحال هكا وكاينه هاد القميجه هادي اللي هي غزاله اللي انا يتلبسها مع صباص نتاع الطالوط تعطيك واحد ستيل اللي هو كلاس اللي هو مميز كما شفتوا معايا اغلبيه نتاع الحوايج نتاعي راه كيلبسهم حتى المحتجبات لحقاش راه كلهم تقريبا تيكونوا طوال دونك بالنسبه لهاد القميجه هادي راه طويله تلبسيها مع سروال الجين وتزيدي عليها غير شي فيستا ولا تلبسيها غير هكاك ولا شي سروال يكون عريض راه غادي تجي حتى مع المحتجبات. ودابا غادي نوري لكم ثلاثه نتاع القميجات اللي عندهم تقريبا نفس الستيل القميجات نتاع الكارويات دونك القميجات نتاع الكارويات هما اللي تلبس انايا اللي بغيت نخرج مع الدراري مثلا بينا نمشيو للبارك تلبس القميجه نتاعت بحال هكا وسروالات الجين وسبرديله باش يلاه تجهري انتيا وياهم دونك القميجه طويله دونك بالنسبه الى كنتي محتجبه دونك لا تخافين هذه زعما راه قميجه للمحتجبه طويله وعريضه بالنسبه للبنات اللي هما بيديروا واحد ستيل بيغيروا الستيل تاعهم اما يسدوها واما يحلوها بقى مثلا القميجه محلوله الكميمات تا هما راه قصر يمكن انتيا تزيدي وتطلعيهم الفوق وسبرديله وفريمون هانتي لابسه حويجات اللي هما محتشمين وميم طون طالعه انيقه 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 وجميله وروعه دونك خديت هذه وخديت تقريبا دوك الجوج تقريبا نفس الستيل هذه حتى هي كنت لبستها انايا في واحد الفيديو هذا شان ندير ليها تنطلع عليها الكمام لحقاش هي من القميجات اللي هما فريمون عراض وهاد القميجات دابا هادو هما اللي ولاو دابا في الموضه القميجه اللي هي عريضه ما تنسدش انا هاد القوايم مجدونك ولكن نتوما ليك الخيار الا بغيتي تسدي مثلا كنتي محتجبه راه بيان سور راه غادي تسدي القميجه من هنايا حتى وتديري الحجاب نتاعك وتيعطيك واحد السيل اللي هو زوين وكاينه حتى هاد القميجه هادي حتى هي ما تنسدهاش الكميمات لهاد القميجه كجميع القوايم نتاع لي كارو نتاعي ما تنسدهمش وتنجمع الكميمات تنديرهم هنا فوق وصافي شفتوا معايا كي جات وتا هي من القوايم جات لي هما طوال هذه ما طويلاش عطيني بزاف ولكن راه طويله زعما كافيه راه طويله راه مغطيه لك اللور نتاعك ودابا قميجه فوردي حتى هي نازله حتى لتحت لبستيها مع سروال ايكونفور بيض غادي تعطيك واحد ستيل انيق جدا ولا تريكو يكون في الكحل بهذيك الصدفه يمكن انت تتهزي بها الكميمات الى جاك الصاد ولا تخليهم هكا كل وحده على حساب واش هي محتجبه ولا لا يا واش بغات تهزهم ولا لا يا وبالنسبه للتريكويات كما تتعرفوني تيعجبوني الحوايج اللي هما سامبل الحوايج اللي هما بسيطين واللي فيهم واحد اللمسه اللي هي تتخليهم مميزين دوك هادشي اللي كنقلب عليه انايا في الاول ما عرفتش في هذا الفيديو ولا فيديو اخر اللي قلت لكم دونك بالنسبه لهاد التريكو هذا تريكو اللي هو مميز وميم طون سامبل تلبسيه مع سروال جين وسبرديله والصلاه على النبي وتتمشي تقضي الاغراض نتاعك ولا يمكن لك تلبسيه نيت مع صباط الطالو الا بغيتي وشي سروال يكون في الكحل تيعطيك واحد الهمه والشان وبواحد البساطه اللي هي زوينه بزاف دونك تريكو داير بحال هكا وخديت هاد التريكو هذا ولا قميجه ولا بلوزه كما تقولوا لي ما عرفتي غادي تقولي لي اللي هو فيه جوج نتاع الماتيغ هنايا بالكوير وهنايا بتوب اللي هو عادي القميجه وكما انايا عودتكم ولا كما انايا تيعجبني بالنسبه للحوايج نتاعي تقريبا كلهما راه نازلين على نازلين على اللوب نازلين مغطيين لي فاس نتاعك باش تلقى فيهم الراحه نتاعتي هذا ممكن تلبسيه مع سروال جينوس برديله ولا تلبسيه مع سروال نتاع التايور او مثلا صباط نتاع الطالون الا كنتي غاديه للخدمه كاين هاد التريكو هذا اللي هو شيك يمكن تخرجي به في الليل تعشي به انت والزوج نتاعك بتمشي انت وصحابك تقداو بيمشيو تشربوا شي قهيوه هو تريكو ماشي دي كونتراكتي يتلبس مع صباط الطالو غادي يجيكم روعه جدا 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 وشي بوشيطه دونك التريكو كما تشوفوا معايا مفخفخ
من هنايا باش يعطيك واحد ستيلي اللي هو زوين بزاف وتريكو كحل. ام اللور راه ما طويلش بزاف، هذا ما طويلش بزاف ولكن راه عريض، دونك راه كلي كاع تلبسيه مع شي سروال عريض الا نتوما ما بغيتوش الحوايج اللي هما تزيرو عليكم، ما تبغوش تبينوا اللور نتاعكم ولا ما تبغوش يبانوا لي فيس نتاعكم، ولا تلبسوه مع شي صايه ميدي. المهم كل وحده على حساب داكشي اللي يقدر يجي مع الجسم نتاعنا. غادي نلبسوه غير مع سروال الجين وصباط الطالو وسترات العنابي. البنات اللي كانوا تيتسناو البيجامات يلا ها هما البيجامات. وكاين هاد التريكو هذا اللي فيه وجه نتاع شي مشيشه، كاين اللي تيقدر يخرج به وكاين اللي ما تيقدرش يخرج به. انا تلبسوه في الدار، شفتوه معايا في روتيني الصباحي، وكاين بعض منكم اللي قالوا لي منين خديتي غتلقاو رابط نتاعو تحت في صندوق الوصف. تريكو اللي هو زوين بسيط ورطب جدا، انا تلبسوه غير في الدار. كاين هاد البيجامه هادي اللي انا تلبسها في الدار، ممكن اللي كتخرجي بها زعما مثلا تقضي بها الا كنتي غاديه لشي بلاصه هي هنايا، ولكن انا هادشي ما تنخرج به. نكذب عليكم تنخرج دوك القميجات اللي يلا وريت لكم اللي هما عراض اللي هما ديكون حقتي، اما هادشي انا تلبسه في الدار. دونك هادي والسروال نتاعها شتو الروينه اللي كاينه شتو الروينه اللي تتسناني، هادشي كلشي خاصني نجمعو. المهم دايره بحال هكا فرونشمون زوينه بزاف ورطيبة ومناسبة لفصل الربيع في الدار. هذه انا خديتها لفصل الصيف ولا الربيع فاش يكون الحال سخون، دايره على هذا الشكل هذا. دونك فيها القبيبات، ما بقاش سولين على البيجامات اللي كنخدم. غادي تلقى رابط نتاع جميع البيجامات وجميع الاكسسوار من غير الحويجات نتاع الدراري تحت في صندوق الوصف. دونك دايره بحال هكا، القميمات نتاعها غير مقصوصين، تعطيك واحد ستيل زوين بزاف، والتريكو السروال نتاعها داير بحال هكا. دونك فيه هاد الكتبه هادي من هنايا، ولكن السروال نتاعها راه ما طويلش بزاف، دونك هو تحت الركبه بشويه. وخديت خطها في الكري نفس الشكل، مي هي في الكري، وكاينه حتى في الاحمر، مي الاحمر ما بقاتش، ولكن ها جوج لوينات في الابيض وفي الكري واحسن ما يكون. اللور نتاعها داير بحال هكا، وفيها هاد الكتبه هادي اخرى ما وريت لكم الشرو نتاعها من نفس الشكل. دونك حتى هاد الكتبه هادي راه كاينه في اللور، وهي بماتيغ هنايا راه تاع الكوير، ولكن ماشي الكوير الحقيقي، هي الكوير نتاع الكوير نتاع الكذوب. او السروال نتاعها حتى هو فيه الكتبه من هنايا. ودابا وصلت معكم البيجامات نتاع الصيف، هادي كما تشوفوا معايا حتى هي زوينه بزاف. دونك السروال نتاعها بونتاكور على هاد الشكل هذا، وتتلبس هكا. دونك السروال نتاعها ما طويلش بزاف، داير بحال هكا ورطيبه، وراه فيه جيوب من هنايا. المهم حاجه للدار وزوينه حتى هي بزاف. شفتوا معايا كي دايره اللور نتاعها بحال هكا، وها هي اختها بالبنفسجي نفس البيجامه، هي اختها انا تنخوض جوج. دونك دايره بحال هكا، تا هو البونتاكور تا هو التسرويل تا هو صغيور ونفس الشكل، اون بيردة. واللور نتاعها داير بحال هكا. واش عرفتوا شحال تيتسناني واحد البيت مقلوب 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 من الاول للاخر؟ الله يعاوني، انا خاصني نخليكم دابا باش نمشي نجمع هاد الروينه هادي. نتمنى الفيديو نتاعي ينال اعجابكم، نتمنى يكون مفيد لكم وتستفدتم بعض النصائح اللي تنقولهم لكم. نتمنى المنتجات اللي وريت لكم اليوم من ملابس اطفال، من بيجامات، من اكسسوار، من صبابط، من سيكان ينالوا اعجابكم. الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش ديروا لايك، ونرحب بالاقتراحات نتاعكم، بالتعليقات نتاعكم، بلي كومونتير نتاعكم. كما تنقول ديما، اعتني بنفسك وكوني الاجمل. نهاركم سعيد، والى اللقاء ان شاء الله مع فيديو اول اخر، وانا يا مولا نعوين. قول فيكم اللي بغيتي تعاوني في هذا الشيء.